لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسفن النجاة، يا سادتي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، تنسى على الدار هجوم العدا، إذا أضرموا الباب بجزل ونار، ورد من فاطمة ضلعها وحيدر قادوا قهرا جهار، كيف حسام الله قد فللت منه الأعادي حد ذاك الغرار، والطهر تدعو خلف أعدائها، يا قوم خلوا عن علي الفخار، قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون احمرار، ما وكزها بالسيف في ضلعها ومن تثار قرطها والسوار، ما دفنها بالليل سرا وما نبش الثرى منهم عنادا، جهار مهجة المختار صاحت والقلب منها انذهل، قوم تجي لي فضة وسندني بالعجل، قوم دركيني انكسر ضلعي وسقط مني الجنين، وانظر دمومي اللي بصدري تسيل، يا فضة منين هشمت مني يا فضة الجسد رفست هاللعين، بالعجل قوم عرفي منين صاحب هالفعل، هالذي كسر ضلوعي ولطم خد تعرفه، وذاك داحي باب خيبر بالعجل روح اخبري، قالت ملبب خذه وحيدر وليتش تنظريه، قايد الفرسان حيدر كيف قادوه بحبه، لكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتفريج الهموم، صلوا على محمد وآل محمد. ثانية مصل على حب فاطمة. ثالثة كثير من الشباب، قبل أن نبدأ الموضوع، كثير من الشباب يسألون. يعني في شهر جمادى الأولى أقمنا تعزية الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وهذا اليوم له البارحة واليوم هذا كذلك أقمنا تعزية الصديقة الزهراء سلام الله عليها. طبعا هناك عدة روايات، ليست روايتين فقط، لا روايات. بالنسبة لي ما أحصيتها وتتبعتها 16 رواية، إلا يمكن آخرين مثلا اتبعوا أكثر من هذا، لأنه على مدار السنة هناك روايات في وفاة وشهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. أنا بالنسبة لي تتبعت هذه الروايات، رواية 30 يوم في 28 ربيع الأول، رواية 35 في 3 ربيع الثاني، هالروايتين عند اليعقوبي، رواية 40 8 ربيع الثاني. لاحظ أن الشيخ حسين العلامة رحمة الله عليه يصر عليها في كتاب الفوادح، رواية 95 اللي هي البارحة لثالث جمادى الآخرة مثل دلائل الإمام للطبري الإمامي، رواية آخر أو العشر أواخر من جمادى الآخرة، العشرة الأخيرة من جمادى الآخرة، رواية 3 أشهر 1 جمادى الأولى، رواية 6 أشهر 1 رمضان، رواية 100 يوم 8 جمادى الآخرة، رواية 3 من رمضان 3 رمضان، رواية 72 10 جمادى الأولى، رواية 75 يوم 13 جمادى الأولى، رواية 4 أشهر 1 جمادى الآخرة، رواية 13 من ربيع الآخر 13 ربيع الآخر، رواية 8 أشهر 1 ذو القعدة، رواية 21 من رجب 21 رجب، رواية 2 شهر 1 جمادى الأولى. 16 رواية التي أحصيتها أنا، 16 رواية، ربما في أكثر بعد، يمكن واحد تتبع الروايات يمكن وصل لـ20، الله أعلم. واحد يقول يعني لماذا هذا الاختلاف؟ الاختلاف تلاحظ أن الصديقة الزهراء اختلف في مكان قبرها. أين قبرها؟ رواية تقول في البقيع، أمير المؤمنين سلام الله عليه رش 40 قبرا بالماء حق التعتيم، وهم قاموا بحركة لأنهم قالوا حملوا المساح، تقول الرواية حملوا المساح يعني آلات الحفر، وأرادوا أن يحفروا قبورا في البقيع، يريدون يطلعون جسد الصديقة حتى يصلون عليها. فأمير المؤمنين ذلك اليوم قال يحلف بالله، رواية تقول لبس القباء الأصفر الذي لا يلبسه إلا في الكريهة، وأخذ سيفه ذي الفقار، وأقسم بالله لئن حفر أحدكم حفرا أشعلتها حربا. هذا يصير عندهم سنة، لأنه كثير ترى من السنين عندهم مو سنة رسول الله، لهم بعد عينها
تراويح ما تراويح غير هذه من عندهم. فهذا تالي بعد بيسوون سنة قضية نبش القبور وإخراج الموتى. رواية تقول البقيع، رواية تقول في بيتها، رواية تقول في محرابها محراب التهجد، رواية تقول في جنب أبيها، رواية تقول في الروضة الشريفة لا يعلم أين قبرها. كذلك زمن وفاته، زمن شهادتها سلام الله عليها، كذا روايات مختلفة. أي رواية؟ لماذا هذه الأمور؟ أولا أن الصديقة الزهراء أوصت بأن يخفى قبرها وحتى وقت الدفن، يعني ليلا، لكن أي ساعة؟ هل هو في أول الليل، نصف الليل، آخر الليل؟ تقول شيعها الرواية، تقول شيعها ليلا. وهذا قضية الاختلاف في تاريخ الوفاة، أتلاحظ من حين أن انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، الحكومات التي جاءت كلها كانت تعمل ضد أهل البيت. فهذه الحكومات من يعمل ضد أهل البيت سيكون عنده حرص على أن يدون تاريخ معين في وفاة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. يقولون في زمن الثاني جاء واحد، كانوا يعني حتى في زمن النبي كان بعضهم يكتب، حتى واحد منهم جاء يقول يا رسول الله أكتب ما تقول. في ناس عندهم هكذا أن النبي ترى يخطأ يغلط، أكتب ما تقول. قال أكتب فما خرج منه إلا الحق. ففي زمن الثاني جاء واحد راح يمر على الصحابة، هذا عنده روايتين وهذا عنده ثلاث وهذا عنده عشر وهذا عنده عشرين، ويكتب حدثني فلان عن رسول الله. زين، أكو قسم خاص خاللنا بس إلى قضية قسم المباحث، يعني قالوا لي ترى يا فلان في واحد جاءوا يكتب حديث النبي، أن عندهم ممنوع كتابة حديث النبي، هم في زمن النبي قالوا أنه يهجر، حسبنا كتاب ربنا، هنوب النبي مات وأنت جاي تكتب. قال جيبوا، جابوا. قال ماذا تفعل؟ قال أكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. قال ما تدري هذا ممنوع؟ أعطني ما كتب، أعطاه الأوراق، أخذها ومزقها، ثم أمرهم بأن يخلعوا قميصه، أقبل عليه وضربه بالعصا، ثم أخرجه من المدينة. كان قضية تعتيم على أحاديث النبي، على روايات النبي، على أفعال النبي صلى الله عليه وآله. هكذا بعد ذلك جت دولة أموية وعباسية وجرت هذه الأمور، يعني أن التاريخ لم يكتب إلا في زمن المنصور العباسي. وكان أي تاريخ؟ تاريخ طبعا مغلوط، لا التاريخ نلاحظ لم يكتب من جهة أهل البيت ولا من أتباع أهل البيت. أمير المؤمنين واحد يقول لي زين شيخنا، أمير المؤمنين 4 سنوات تسلم قيادة الأمة، يعني لماذا لم يقم بهذا المجهود؟ قضية كتابة أحاديث النبي، تاريخ النبي. أمير المؤمنين ما أن تسلم قيادة الأمة حتى شنوها حرب عليه، أولا حرب الجمل الهو، يعني صرفوه عن الأمور التي لابد أن يبينها. حرب الجمل خلصت، حرب الجمل جت حرب الصفين، خلصت حرب الصفين جت حرب النهروان، ما أن انتهت حرب النهروان حتى
قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني حتى من بعض الأمور اللي كانت تمس الإسلام في صميمه تلاحظ أمير المؤمنين لما قام بها. أنا قضيت التراويح، التراويح قال لولده الإمام الحسن اذهب إليهم وأخرجهم من المسجد. هذه لم تكن سنة، سنة النبي، هذه بدعة. راح طلعهم، قالهم اطلعوا اطلعوا من المسجد، هذه بدعة. طلعوا زين، هذا لين جماعة تشربت أفكارهم بهذا المنهج الغلط سنين، أول وجه الثاني وجه الثالث، فتشر خصوصا الناشئة هالناش علم على هالقضية، قضية مغلوطة لكن تشرب بها، فطلعوا وضعوا أياديهم على رأسهم بالشارع وهم يصرخون واسنة عمره. أمير المؤمنين مو بس يعني قضية وقضيتين، يعني فدك مثلا ما أرجعها أمير المؤمنين عندما تسلم قيادة الأمة، ما أرجعها. يعني هناك شيء لابد أن نعرفه، يعني أمير المؤمنين لو قام بهذه الأمور وغيرها شو يقولون؟ يعني يقولون ترى ما نتسلم القيادة، قام عنده تصفية حسابات، يريد يأخذ هذا، يريد يقتل هذا، يريد يحبس هذا. فأمير المؤمنين أبعد نفسه عن هذه القضايا تماما بتاتا، أبعد نفسه قضية تصفية الحسابات. وما أفعل بفدك وغير فدك والنفس مضانها إلى جدث، ما أفعل بفدك. فنرجع إلى موضوعنا، احتجاج الصديقة الزهراء سلام الله عليها على الأول ومطالبتها بفدك. أمير الزهراء سلام الله عليها ما كانت يوم من الأيام طالبة الدنيا ببساطة. السيدة الزهراء سلام الله عليها عن واحد يقول جاءت تطلب قطعة أرض تريد بها الدنيا، حاشاها سلام الله عليها، وإنما أرادت أن تعطي درسا إلى الأجيال، إذا كان لك حق عليك أن تطالب بحقك. الشيء الآخر أنها تريد قضية قطعة أرض فدك، لا، تريد أن تطلب شيء آخر، والدفاع عن الخلافة، الدفاع عن الوصية. يقولون ابن أبي الحديد المعتزلي يتكلم مع أستاذه، يقول له ماذا عليهم لو طيبوا خاطر فاطمة وأعطوها فدك؟ لو هذا إجا طيب خاطرها أعطاها فدك، يعني إيش بضرة يعني؟ قال لو أعطاها فدك اليوم لجاءت تطلب الخلافة غدا. هو أغلق الباب تماما على السيدة الزهراء سلام الله عليها، لا فدك ولا غير فدك. فالأمر الأول الذي احتجت به السيدة الزهراء سلام الله عليها أن نحن، يعني أن السيدة الزهراء باحتجاجها أقامت الحج على الجميع. أولاً النحلة، أن فدك قد أنحلني إياها أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هبة يعني قطعة أرض لنخيل. طبعاً فدك مي قضية مزرعة، فدك عبارة عن منطقة كاملة. شو نقول يعني؟ احنا وين احنا؟ احنا في المرخ، نقول جدي المرخ، سار، إدراز، مي مزرعة في قطعة، يعني قطعة أرض وفيها نخيل مزرعة، لا، هي منطقة كاملة تسمى فدك. يسألونك عن الأنفال،
قل الأنفال لله وللرسول. الأنفال يعني كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فهي للرسول. طبعا جاء باسم الجلالة هنا في الآية للتبرك، وإلا هذه الأرض كلها للرسول. فدك هي صاير على طريق المدينة تبوك، يعني إذا تروح إلى فدك منطقة فدك تطلع من المدينة كأنك رايح تبوك. هذا لأن أهل فدك يهود، قريب منهم خيبر، خيبر خيبر كذلك منطقة، منطقة فيها بيوت فيها زراعة، يعني على مد البصر هذه فدك أكبر من خيبر. إذا تصعد يعني أنا صعدت على أكبر حصن اللي هو حصن مرحب في خيبر، صاير حصن ماله على جبل، وأكبر الحصون حصن مرحب. لما صعدت على الحصن على مد البصر نخل، نخيل من كبر المكان. هذه فدك هي أكبر من خيبر، خيبر المحصنة، خيبر اللي فيها مرحاب، خيبر فيها الأبطال، يعني القوة اليهودية كانت في خيبر. خيبر راحت، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقتل لك ذاك الباب ويقتل لك مرحب ودك حصون اليهود وتنفتح خيبر. قالوا إذا اللي خيبر أقوى من عدنا حصانتها ورجالها وفرسانها وقد انفتحت، إحنا اللي أضعف منه مشلون؟ فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصالحوه على نصفها. قبل الرسول صلى الله عليه وآله منهم. بعد ذلك نزل لأمين جبرائيل وآتي ذا القربى حقه، فقال من القربى؟ قال فاطمة. ما أعطيها؟ قال أعطي فدك لفاطمة. فأنحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدكا لفاطمة، فهي نحية هبة. الهبة تنقسم إلى قسمين، هبة معوضة، تلتفت إلي شوية إلى مبحثنا، هبة معوضة وهبة غير معوضة. زين شو الفرق بين الثنتين؟ مرة أنا أوهبك حاجة لكن بتعويض، عوضني مبلغ من المال، تعطيني أرض غيرها، تعطيني حاجة، المهم أنه هذا أعطيتك بعوض، يسمونه هبة معوضة. وعذنا هبة غير معوضة، أعطيك من دون مقابل. شو الفرق بينهم؟ الهبة المعوضة لا يستطيع الواهب أن يرجع فيما وهب، الهبة الغير معوضة يستطيع الواهب أن يرجع فيما وهب، يسترجعها. ولأن أعطيتك هذه الحاجة أطنيا رجعها علي الواهب. فهذه النبي صلى الله عليه وآله لما وهب هل كانت هبة معوضة أو غير معوضة؟ أنشوف. إجت الزهرة تقول لهم هذه نحلة، هذه النحلة هبة، عندك شهود؟ قالت بلى. من الشهود؟ جاءت بأمير المؤمنين، لأن القضية صارت في البيت، وجود أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين وأم أيمن. أمير المؤمنين قالوا هذا زوجها يجر النار إلى قرصه، ما نقبل شهادة. الله أكبر، أمير المؤمنين علي مع الحق والحق مع علي، صار الآن يجر النار إلى قرصه.
في زمن النبي صلى الله عليه وآله يمشي إجا إليه واحد وأمسك النبي أي قال لي أنا بعتك فرس وأنت ما أعطيتني فلوس. قال لي أنا أعطيتك. قال لي ما أعطيت. جيب شهود. التفت النبي يبين ما كان موجود شهود وقت البيع والشراء. يعني الآن أنت دا تروح تشتري من دكان فلان حج فلان تأخذ وياك شهود اثنين على أساس يشهدون أن أنا اشتريت. ما في هذا الحاجة، ما في شيء يعني من هالنوع. ما حد شهدين النبي. في الأثناء جاي خزيمة بن ثابت اشعدكم قالوا هذا مجود النبي على أنه يقول باع النبي فرس والنبي ما أعطاه فلوس وما حد يشهد مع النبي. قال يا رسول الله أنا أشهد. قال يا خزيمة كيف تشهد؟ هل أنت كنت موجود معنا وقت البيع؟ قال لا. قال إذن على ما تشهد؟ قال أعلم يا رسول الله، جئت إلينا وأخبرتنا عن السماء وعن الجنة وعن النار وعن الآخرة وعن القبر وعن العذاب وعن الثواب فصدقناك. هذا كله صدقناك. أولا نصدقك على فرس، يعني قيمة الفرس هذه، تجاه تخبرنا بأشياء أعظم وعن صدقناك. فأجاز رسول الله شهادته وجعلها بشهادتين، فيقولون ليه بعد ذلك ذل الشهادتين. هذا رجل عادي، يعني ما قدر الأحاديث التي سمعناها عن خزيمة بن ثابت غير أنه ذو الشهادتين. تعال إلى أمير المؤمنين شوف هالكم قرآن يشهد لأمير المؤمنين. أحاديث الرسول ما شاء الله من الأحاديث كلها تشهد لأمير المؤمنين. وهذا يقول علي يجر النار إلى قرصه، أبعده أمير المؤمنين. الحسن والحسين قالوا هذا لين فر، والفرع لا تقبل شهادته للأصل، هذا لين ولادها. أم أيمان قالوا هذه أعجمية لا تفقه ما تقول، ردوا شهادتهم كلهم. زين هذه النحلة الهبة كيف أنت أخذتها؟ هل استرجعتها؟ قالوا إيه طبعا، مو كلامه كلام هذلين بعد اللي يبررون مواقفهم. قالوا لأنه منصب النبي، فما كان للنبي كان إليه، يعني أي شيء من حقوق للنبي يقدر هذا يتصرف فيها. زين مقام ومقام النبي. مرة أنه أنا أجلستك مقامي لأنني قد أوصيت بذلك، قلت لك يا فلان أنت مكاني. زين هل موجود أن النبي أوصى إليه؟ ما موجود ولا رواية أن النبي أوصى إليه. هم يقولون النبي ما أوصى. هل أن القضية شورى؟ شوفوا الشورى، أين الشورى؟ ما موجود شورى. يعني اللي بايعوه اثنين، ترى اللي بايعوه اثنين في السقيفة، اللي بايعوه اثنين. زين وين المسلمين؟ المسلمين بس هم أهل المدينة، يعني وين أهل مكة؟ وين أهل الطائف؟ وين غير المناطق هذه كلها المسلمين وينهم؟ يعني إذا كان الشورى لابد أن يشترك المسلمون كلهم في الشورى. اثنين اللي بايعوا وبعد ذلك أخذوا إلى المسجد وجوا 1000 واحد من قبيلة أسلم، هذين المرتزق قبيلة أسلم قطع طرق مجرمين حرامية، جابوا منهم 1000 واحد قالوا لهم في المقابل نعطيكم فلوس لكن بحيث أنكم تأمنون لأنها القضية، وجوا شاهرين سيوفهم قاموا قدمون الناس إما أن تبايع وإما أن تقتل.
فإذا ما في شورى، وين الشورى؟ فهذه الناحية أنه له ما لرسول الله، أصلا هذا المكان مو مكانه، كيف يكون له ما لرسول الله؟ هذه إذا كانت نقول هبة غير معوضة ويقدر يسترجعها. من يقول لك أن هذه الهبة النحلة أنها غير معوضة؟ بلى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهب للصديقة الزهراء، أنحل الصديقة الزهراء فدكا بعوض. ما هو العوض؟ العوض هي أموال خديجة. لو كانت خديجة الأموال اللي أنفقتها، لا يوجد بيت في مكة إلا وهو يضارب في أموال خديجة، إلا وهو مقترض من أموال خديجة. يعني كانت السيدة خديجة سلام الله عليها أثرى أهل مكة على الإطلاق، رجال أبو سفيان فلان علان أصحاب التجارات، الرجال كانوا يجون يتوسلون للسيدة خديجة على أن تعطيهم قرض حتى يستطيعون أن يتاجرون بذاك القرض. لو كانت هالأموال موجودة كانت من نصيب من؟ من نصيب السيدة الزهراء سلام الله عليها. هالأموال وين؟ الأموال كلها أنفقتها في سبيل الله، وبعد ذلك صارت تنام مع النبي على جلد كبش. وين ذاك الديباج؟ وين الحرير؟ وين الذهب؟ وين الفضة؟ كل أنفقت في سبيل الله، في سبيل الإسلام. فعوضا لأموال خديجة أعطى الله تبارك وتعالى، أمر نبيه بأن ينحل فاطمة فدكا عوضا عن أموال أمها السيدة خديجة سلام الله عليها. فإذا فدك هبة معوضة، لا يجوز لأحد أن يسترجعها بالنسبة إلى القانون والشار. هذا بالنسبة إلى النحلة. بعد هناك احتجاجات أخرى لكن الوقت أخذنا مو. تجت عليهم قضية الإرث، إرث اليد مثلا، اليد. زين واحد يسألني هالسؤال، بيقول زين النبي ما كان يدري على أن بتصير هالقضية وبينهبون الزهراء فداك، ليش ما جاء إلى في المسجد وقال لهم يا ناس يا مسلم أيها المسلمون أني قد وهبت فدكا لفاطمة؟ ليش صار في البيت؟ النبي مو أشهد فلان وعلان، النبي أشهد الأمة بأكملها على ملكية فدك لفاطمة. شلون؟ ست سنوات والسيدة الزهراء عندها فدك، متملكة لفدك، يعني هي اللي تعين وكلاء في فدك، هي مو النبي صلى الله عليه وآله، لا هي نفسها. يعني تقول خلوا فلان اعطوا فلان، هي اللي تستلم الضمان. السيدة الزهراء 6 سنوات هي اللي توزع المبلغ اللي يجيها الضمان، هي اللي تتصرف تصرفا كاملا مستقلا في فدك 6 سنوات كل الزهرة استقلالي عن النبي، النبي كان موجود وهي اللي تتصرف في فدك. الله عليك وش تقول؟ شوف واحد شيل وحط وكذا بهالطريقة، يعني الأمة كانت كلها تدري عاليها ودانيها أن فدكا لفاطمة. لكن أنت وين يقولون هي قرحة؟ وش تحط عليها وتبرد؟ هاك فايدة. مثل واحد يقولون راح صوب النهر، أي
في أثناء مرور على النهر أجلكم الله طالع من النهر كلب ومبتل بالماء، نفض روحه هذا الكلب على هذا، أنا متوضي راح بصلي، أي صارت ثيابك كلها شنو نجسة، غمض عيونه وقال إن شاء الله تيس مو كلب وما شو راح صلي. هذا مثل كذي، أنت وش تقول له؟ تقول له إرث نحلة إرث، قالوا لا مو إرث، أن بما يورث ما تركنا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. هذا يقول الرواية ظنية هكذا، يعني احنا نحكي ما نحكي بس عن فقهنا، لا فقه العام الإسلامي. يقول لهم الرواية، قالوا الرواية ظنية. زين القرآن، قالوا لا قطعي. زين ما دام هذه رواية ظنية وعدنا قرآن قطعي، وورث سليمان داود هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. زين هذا القرآن قطعي والرواية ظنية، شلون انت القطعي تتركه وتاخذ بالظن؟ ثم ان هذه الروايه من رواها؟ ما رواها الا هو بس هذا فلان حجي بس هو. زين قالوا تعال ما في غيرك سماح له، اي قال زين الحكايه الحين في هالدقيقه شلون اخترعها وهق روحها، اي تعديل. بعد ستة شهور جت فلانة وعلانة وياهم إعرابي وقالوا صح الرواية عن النبي بعد ستة شهور. حتى لما جاء زمن عثمان أي وصل بالأمر شوي شوي، لأن معاشها كان 10,000 في زمن عمر سوى 12,000 حجية تالي جاء عثمان وقال 12,000 لمرة في غيرها أولى قصرها يعني، وطلع بعد من الحجرة. جت قالت لي إرثي من رسول الله، قال أي إرث لك؟ ألم تشهدي أنت وهذه وذاك أجل الله المستمعين والمنبر وذاك الإعرابي البوال على عقبيه أن فاطمة لا ترث من أبيها رسول الله، فكيف ورثت أنت؟ اخرجي فليس لك إرث. طلعت وحطت قميص رسول الله على رأسها، صاحت أيها الناس رسول الله، هذا قميص رسول الله لم يبلى، وهذا فلان نعثل قد أبلى سنته، لقد كفر نعثل فاقتلوه. طلعت حمقانة وراحت مكة، وجاءوا المصريين وحاطوا بيت عثمان وقتلوا. يوم سمعت قتلوا رجعت، في الطريق شافت واحد من أهلها، ما فعل الناس؟ قال قتلوا عثمان. من تولى من من بعده؟ قال لقد ولوا عليا. قالت حسافة، يوم عثمان تاب قتلوا هذا الرجال المؤمن التائب، وطلعت الطالب بدم عثمان. على كل حال قضية هي أكبر من ذلك، قضية أكبر من قضية فدك، هي كما يقول الكلمة جميلة هذا الشيخ حسن مالك هذا مال الرياض، يقول أن أهل البيت وقوا رسول الله، كانت الهجمة ترعى على رسول الله، يعني لو كان رسول الله حي لكان هذا قضية الباب وقضية كل هالقضية كانت موجهة إلى النبي لا ذات النبي صلى الله عليه وآله، ولكنهم لما لم يجدوا النبي كانت هذه القضايا كلها في أهل البيت، فأهل البيت وقوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وشيعتهم وقوا أهل البيت سلام الله عليهم. لكن الضحية كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها، آلام نفسية وآلام جسدية عاشت هالمدة، وبعد ذلك انتقلت إلى الرفيق الأعلى شهيد
إجا الحسن والحسين إلى المسجد يبكيان. قال أحد الصحابة: هل نظرتما إلى موضع جدكما إلى منبره ومحرابه فبكيتما؟ قال: أولا يسماتت أمنا فاطمة. كانت هذه الكلمات في أذن أمير المؤمنين، فلما سمع غشي عليه أفاق من غشوة، أخذ بيد أولاده ورجع إلى المنزل. اجتمعت الناس، التفت أمير المؤمنين لسلمان قال: اخرج إليهم قل لهم لقد أخر تشييع فاطمة هذه العشية. صرفت الناس، لما جن عليه الليل غسلها، كفنها، حنطها، وضعها في سريرها، ثم تقدم وصلى عليها، ثم رفعت الجنازة في مجموعة قليلة. أمير المؤمنين والحسنين والعباس وأبناءه وعقيل وأبناء عن مجموعة من الهاشميين وأبو ذار وعمار والمقداد وسلمان وحذيفة وبريدة جاءوا يشيعون ذلك التابوت إلى مثواه الأخير. الله أكبر، مت رسول الله في مجموعة قليلة كأنها غريبة، ما كأنها مت رسول الله. إلى أن وصلوا إلى مثواها، حفروا قبرها، نزل أمير المؤمنين في قبرها، حمل ذلك الجسد النحيل، وضع في ملحودتها وهو ينادي: يا أرض استودعتك وديعتي، هذه فاطمة بنت رسول الله. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. ثم أشرج عليها الليب، وضع ذلك الخد الذي طالما عفرته تعبدا لله وضعه على التراب، وأشرج عليها الليبن، وتقدم من حضر وأهالوا عليها التراب، هاجت أحزانه ونفض التراب من يديه، وتوجه إلى قبر رسول الله مناديا: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك وزائرتك، والبائت في الثرى ببقعتك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، وعفى عن سيدة نساء العالمين تجلدي يا رسول الله، فقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، وهم بقلبي لا يبرح أبدا، أو يختار الله لدارك التي أنت بها مقيم. حيدر على قبر النبي نادي: يا مختار، هذه الوديعة وما دريت بحالها الصبر، وصيتني وانا صبرت واستهضموني، ولزمت بيتي يا رسول الله ولفوني، ذيك الوديعة روعوها ولببوني،
وانا وحيد وما شفت لي منهم انصار. يا سيد الكون الوصية ما رعوها، دخلوا الدار على البتولة وروعوه، ظلت تدافعهم وبالباب عصروها، وتكسرت الأضلاع منها وصار ماص كل الذي جاري عليها وعيني تشوف، ما جلت زنودي ولا بقلبي دخل خوف، لكن أنا بقيد الوصية صرت مجتوب. هبطت راسي طاع عليك واغمدت لفقة، واعظم علي يوم بالحجرة لفتني صيح النهب مني فدك واسود دمتني، ظلت تنوح من بكاها ذوبتني، لولا الوصية والقضى صارت لأخبار، لولا الوصية والقضى صارت لها علو، خليت ببيوت المدينة ينعب البو، خليت طير الموت ما بين المليح، لكن أنا شبيدي الأمر لله الجبا، ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. يا الله.